يو واتساب دراري، معكم بيكولو فيديو جديد كالعاده. سيمانه زاهية راب وشفنا بيف زوين اللي جمع ما بين ديب ومورو، واللي جاتنا اخبار للاسف انه سال تقريبا، ودابا الجمهور هو اللي غادي يقرر شكون اللي يربح، حيت مورو بدل الوجه ديالو وغادي يقاتل الراب الجزائري، خصوصا الرابور ماسيطا اللي كان خلق مشكل كبير وسب المغاربه وخصوصا كازاوا. ومورو جاتو النفس على راسو وعلى مدينته، وغادي يخصص ليه تراك بوحدو باش يرد عليه، وبزاف ديال البلانات والاخبار والبروجيات الناضيين اللي غادي نكتشفوهم في هذه الحلقه. وفي الحلقه اللي فات كنت سولتكم شكون هي احسن رابوز في الراب المغربي واللي كتشكل عمود والاساس ديال الراب النسائي في المغرب، وقريت التعاليق ديالكم وكانوا فئه كبيره قالوا اختك، وفي اخرى مهمه قالوا طوندريس، وانا متفق معكم 100%، لحقاش بجوجهم عطاو في الراب رغم انهم كيتلقاو بزاف ديال الصعوبات والمشاكل، ولكن واخا هكاك تقاتلوا ووصلوا لهادشي. وكالعاده الخوت، الا كنتي اول مره كتشوف الشين ديالي بغيتك دابا تهبط وضرب معاك واحد ابوني، وهذا هو الانستغرام ديالي سميتو بيكولو، دخلوا ليه كاملين وراه قربنا ل 5000 ابوني، واي واحد بغى يتواصل معايا يصيفط غير ميساج فراه كنجاوب كلشي. نبداو باول تراك ديال حاري اللي شحال هادي وحنا كنتسناو، وكان تلقى شهره واعجاب كبير قبل ما يتحط. تراك اللي سميتو البيضه مونامور، لاحو البارح حاري غير اوديو وراه ناوي يدير لي فيديو كليب ويعاود يلوحو، ولكن رغم هادشي حاري تلقى شويه ديال الانتقادات بحكم ان اللي تخلو اللي سمعناه في اللايف كان احسن من هذا. واش حكين كبرت صباحي كتبرام بارد ولا تسخون غير الدرام، كان بيدا جا وداني باقي بقيت راسي بوحدي، والو تيقا قيتي جاتا جيت ديسات ماجولي، يعني ما كيزرينا الظلام هيا تبحو مال الاطفال مانعيش على الفلام، زيت ساك درتو قدام شطيت طريق بوربا كلها مظلام، ماجد الليل عندي كليان ما عندي صحاب حطيت مية بجناب وبديت خدام، وقت كيبان لي جاو فار بوليسية ورايا سمان في الباي ما كاش بالي في المترو وانا معايا البايدة بايدة مون امور علاش انا خويتي باري وبقيت مريسكي في البابور باي نشوف العالم لافور بوليسية ورايا بوليسية ورايا سمان في الباي ما كاش بالي في المترو وانا معايا البايدة بايدة مون امور علاش انا خويتي باري القضية ديال الدعم اللي كل عام كانت كتفرق شي فلوس حسي ميسي، ولكن هاد المرة القضية بانت وخلقات جدل كبير بين الفنانة والرأي العام، وبزاف ديال الروابا ناضوا دواء على هاد القضية، وأولهم سموليكس اللي قال أنه الأمر تار الانتباه ديالو، وملي دخل شاف لاليست ديال الفنانة اللي واخدين هاد الدعم لقى بزاف ديال السميات كاع ما معروفين الا بعض القله اللي عرفهم، ولكن واخا هكاك ما كيستحقوش دوك الفلوس الدعم، وكاين كاع اللي خارج من المغرب ومازال كياخذ دوك الفلوس. وختمها وقال انه كاع ما كيشرفو ياخذ دوك الفلوس ولا تكون سميتو وسط ديك لاليست، حيت كيعتبر راسو مقاتل بوحدو وهز درابو ديال المغرب. البيك كذلك خرج بسطوري وعطى الراي ديالو وها شنو قال. السلام عليكم شي اخوان، بقاو عليا جاوب 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 رد على الدعم. بون نحيدو واحد الحيتيه هي الاولى بانه انا ما واخدش الدعم، دونك سا انا مي كونسيرن با دو ان دو دو. بغيتو غير الرد ديالي انا نقول لكم شنو هو الرد ديالي. مليار و400 في اي بلاد كيف ما كانت متقدمه ولا متخلفه ولا كيف ما كانت، سي نوفلوب اللي حقيره باش تقدر تنهض بقطاع عليها كدو ديال لا كولتور في بلاد. دوزيام دي شوز ولا تخوازيام دي شوز هو بانه كاين شي ناس اللي تما استافدوا ويستاهلوا، فنانا كنعرفوهم شي شركات ما عرفناهمش كيديروا بلي ولا كيديروا شي حاجه اخرى. رابع حاجه هو الفنان راه هو الميروار ديال البلاد ديالو، ماشي هو واحد خينا صافي كرشوش بعد بدا كيغني كيف ما راونا من الصغر. فينالمون باش غادي نسد هاد الرد ديالي، ما كرهناش نشوفوا لي جونز ارتيست تحل لهم الباب، كسوا دي رابور ولا كسوا اوربا ولا كسوا اي موسيقى، المهم لي جون يتحل لهم الباب بانهم حتى هما يحطوا انهم
هما يحطوا ملفات ديال الدعم وياخذوا باسكو هذاك حقهم هذاك ماشي الحيس وماشي وماشي كلب الفيستا وماشي هذا نوعاو شويه. هذا هو الرد ديالي. السلام عليكم. ندوزو دابا لديزي دروس اللي هو الاخر تكلم على هذا الموضوع وقال ان من 2008 الفلوس كتفرق على الفنانين اللي تيكونوا مختارين وزاد قال ان هاد الفلوس كتمشي غير هكاك حيت ما كنشوفوا لا بروجيات لا اغاني لا حتى شي حاجه عندها وزن ثقافي ولا شي اثار وعطى المثال بنعمان الحلو وقال بغيت نشوف غير هاد 10 المليون شنو دار بها مقارنه بالاغاني اللي كيدير وجبد مثال ديال طاني وقال انه البروجيت اللي كيدير هاد السيد غلام ديال نعمان الحلو وما يستاهلش دوك الفلوس. خرج بخلاصه وقال ان الدوله عندها خلل في مفهوم توزيع الثروه حيث انها كتجمع الفلوس بالضرائب على المواطنين وهادشي باش في الاخر شي واحد يخرج لنا شي انشوده. نعمان الحلو مباشره ملي تلقى هذا الخبر ومن بعد الانتقادات الكبيره اللي توجهت ليه قال انه تبرع بدوك الفلوس للصندوق ديال كورونا وحط فيها 16 ديال المليون وما عرفش واش هادشي بصح ولا غير كيكذب وخرج بالتصريح مع شوف تي في وقال انه كاع ما كيعرف ديزو دروس وان الاعمال ديالي كتسحق الدعم. ديزي دروس اعتذر ما تنعرفوش لانه انت قلتي لي بانه تيدير راب انا ما تنسمعش كثير راب ما تنعرفوش هو قال لك اعمالي بانه تيشوفهم غير راسي اعمالي دخل يشوف غير ما غير هذا العمل هذا غير وزان راه اكثر من 2 المليون ديال الناس غير الضو الاحمر راه اكثر من 2 او 3 المليون اللي شافوها سته د الاغاني معروفه في العالم كله تدوزها انغامي وتدوزها ايتون وما تنبحش فيها ريال واحد يقول لي بغا حنا تنهضروا في الشعبويه يجي عندي الى هذاك ونعرض عليكم نتوما شوف تي في ونجلس انا وياه يقول كلمه ونجاوبوا اما الهضره كلشي يمكن له يهضر يقول لي بغا هذه هضره شعبويه هذه هضره شعبويه يقول انا موسي انا فن موراها ديزي دروس دار لايف انستغرام باش يوضح الامور وشحال من حاجه خصوصا البلان ديال نعمان الحلو وها شنو قال. بالله عليك بالله عليك ارتيست في المغرب غيخرج كليب ب 130 مليون ما حتوش على من تكذبوا. ندوزو لنقطه اخرى اللي هي الدفيع باش تدفع للدعم. هنا صراحه جاتني الضحكه واحد الوقيته حيت جماعة تي صاحب راسو مزق تيصيفط ليا ميساج تيقول ليا واكون جاك انت الدعم كون خديتيه وسكتي. الدعم عشيري ما تيجيش ما تيطيحش من السما. الدعم هذا تدفع ليه دوسي مهور يعني هادو كاملين اللي شفتهم في الليسته دافعين دوزي عشيري دافعين. دابا تخيل معايا وهذا هو المشكل وسمحوا لي غادي نحتاج نجبد السميه. دابا فنان كبير بحال نعمان الحلو تنحشر احترمو قال الراس والعين وما قللناش الاحترام بتاتا وما تنعرفكش ما عندي معاك حتى شي حاجه شخصيه ولكن راه فاش تنشوف ان سميتك طالعه في الليسته ديال الدعم هذاك يعني انك مشيتي عمرتي دوسي ودفعتيه وبقيتي كتسنى يختاروك باش تخرج لينا ديسك. ولا بغيتي تخرج ديسك اخويا سير خرج ديسك شو حبسك سير قرص الحيط سير البنكه ديالك تيري فلوس خسرهم تحمل مسؤوليتك كما كنديرو حنا كاملين خرج ديسك من مالك الخاص ولوحو لينا في يوتيوب ماذا بينا او يعجبنا سيدي ونديرو لك الفيوز ونديرو لك الباس هنايا وترجع فلوسك عن طريق يوتيوب ولا عن طريق الحفال تحمل مسؤوليتك نعمان. علاش غادي للمال العام؟ علاش باغي تسبونسوريزي موسيقتك من فلوس دافعي الضرائب؟ علاش باغي تاخذ عليه دعم؟ دعم دار الناس اللي تيحتاجوها نعمان. نعمان انت نعمان ما تحتاجش الدعم انت نعمان تقبيه كلشي عارف ما تحتاجش الدعم نعمان باش نسدو هاد القوة مرة فهمتيني ما تحتاجش الدعم انت وبزاف ديال السميات كاينين تما ما تحتاجوش الدعم. بغيت تخرج موسيقى سير خرجها من فلوسك سالينا. باش نزيدو نسدو هاد القوس كاع اكثر من القياس باش ما نعاودوش نرجعو ليه قال لك كنت نازل سمعت شي اخبار على كنت نازل على داك المبلغ ديال الدعم ما غاديش نا صاحبي التنازل كيكون شي حاجه ديالك شي حاجه حقك تتنازل عليه ما تقدرش تنازل على شي حاجه اللي ماشي ديالك على باز هذاك الشيء ماشي ديالك باش تنازل عليه دوك فلوس جاي مع وزاره الثقافه
كورونا كيفاش كورونا الو وزير الثقافه دوز ديك العقل صندوق كورونا تزنعها شي قوزها عشيري الحياه ما غاداش بحال هكا راه دوله فيها المؤسسات عشيري راه ندوزو دابا للديب اللي لاح البارح تراك ديالو اللي جاوب به مورو على التراك ديالو اللي سميتو ديك. المهم كالعاده الديب جاوب في مده قصيره، وبالمناسبه بوز فلو كان سولو احد لي فان ديالو في انستغرام على البيف اللي واقع بين مورو والديب، وجاوبو وقال لي الدراري تبارك الله عليهم نفس النيفو، حتى واحد ما كيقول شي حاجه للاخر غير كيحماضو. ومورو كيقول الديب دير كليب، والديب كيجاوبو وكيقول ليه ما غاديش نديرو. ودابا نخليكم مع التراك ديال الديب اللي سميتو دوجو كول. مرحبا بك عندي في الدوجو، جلس نقري كاش تقول لي ريم راه محطوطين في الصندوق لي مدفول، لكن انت نتايا يا ماكازي حصلتي في هذا الباركور. وي معاك سقراط، معاك هذاك اللي ما تفهموش، هذا اللي كيقول هضره وكيخصك معاها معجم، مال هاد خونا ما قراش، مال دماغو كبر مغشوش، كيفكرني بدوك الدياسك تاع عبد القادر بوعلام. انا لا تقاشر لا صباط كي شي هندي غادي على الزاج، انت لا تقاصر لا حطات فوق البيت غزكال، شكل البرد هذا غطاك ودهن ليك تقبه بالدفال، عليت عليك صعيب الحال خليتك طيب باش تشكل. دراغانوف وستورمي لاحوا التراك ديالهم اللي كانوا كيوجدوه، ومازال ما لاحوا الفيديو كليب في الشانيل ديالهم. اما التقصير ديال ستورمي جاني كيشبه شويه التراك ديالو افريكان. ستورمي ساق القافله بلا فيتاس دي بيب بيب، كان ضربت لافريترو كيبان لي او هو، قال لي راس فراني كنقولو نو هو، وخدام كي اتقبل لي قد باو طاني كنخرج عيني بالديتيل هذا، تعلمت لي ما دارش ولا عمرو ولا خاف. المهم بزاف ديال التراكات، وإلا ما دويتش على شي تراك عرفوا أنني ديجا دويت عليه في شي حلقة. وكنتمنى تكون عجباتكم هاد الفيديو خفيفة الظريفة. والسؤال ديال اليوم، شكون هو أكثر رابور كيبان لكم خاصو الدعم ماديا باش يزيد يعطي في الراب المغربي؟ هبط دابا دير شي كومونتير وجاوبني، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وضروري ضروري دخلوا لعندي الانستغرام، وكان معكم بيكولو. تهلاو.